طبعا تحكي عن 20 بني آدم في قاعة مع تدفئة. بس احنا شو بنستفيد من عملية بناء الايثرنت في الفي ام وير؟ في شيء نرجع عليه هسا الفي ام وير انت هون هو اصلا عبارة عن سيرفر شغال بالنتورك تبعك. هذا السيرفر بده يعمل بدك تعمل عليه اكسس، بدك تربط عليه اس اس اتش زي ما نشوف كمان شو راح نعمل كونفجريشن اس اس اتش، بدك تعمل اف تي دي سيرفر. ففعليا هو زيه زي اي نتورك موجوده. بالغالب السيرفرز انت احيانا تحتاج يكون عليها مالتي كارد، احيانا تشتغل عليهم كل كارد بيكون يحكي مثلا مع نتورك. يعني مثلا ممكن تكون عامل اللي هو دي ام زي على اساس الناس اللي برا يعمل اكسس على السيرفر تبعك ثرو دي ام زي مثلا، بس اللوكال نتورك بدها تشتغل معاه دايركت، ممكن تحط له لوكال نتورك يشتغل على اللوكال نتورك ويكون على معاه نتورك ثاني مثلا دي ام زي. ممكن هذا السيرفر يكون مشبوك مع مثلا كفيزيكال سيرفر، ممكن يكون مشبوك مع ستار ستورج. ففي عندك كثير حاجه او كثير اوبشنز، خاصه السيرفرز دائما دائما بيكون مالتي انترفيس، ما بيكون وان انترفيس. طيب ممكن برضو نعمل اديت للكونفيجريشن على اللي هو الفايل الخاص بالكونفيجريشن للنتورك عشان اوصل له. ممكن مثلا استخدم الفيم عشان اروح على الاي تي سي على سيس كونفيج سيس كونفيج على اللي هو نتورك داش سكريبت، جواته في فايل اسمه اف اي اف سي اف. مثلا في عندك اللي هو الاي ان زيرو تيست 1، هذول الفايلات اللي موجودين. تذكر الكونفيجريشن اللي عملناها قبل شوي، نعمل جنريت فايلز لها تقدر تفوت عليها وتشتغل عليها. مثلا اذا فوت على تيست 1 انتر، هاي الكونفيجريشن اللي احنا عملناها تقدر تضيف عليها، تقدر تعدل عليها، بتقدر تختار بدك اياه، تغير الاسم الى اخره. الباث هيو هاي كيو، انا ما بدي اعد هاي الباث. اخر شيء اف كونفيج داش تيست 1، هذا اللي هو الفايل اللي انا عمل له جنريت. هاي شغلة. الشغلة الثانية الهوست نيم، انا بدي اعدل على الهوست نيم، بدي اغير الهوست نيم. ايش الهوست نيم اصلا تبع الجهاز؟ عشان اعرف الهوست نيم بقدر اقول له هوست نيم، بيقول لي لوكال هوست دوت لوكال دومين. طب بدي اعدل عليه، بدي اغير الاسم لإله، بقدر اروح على اللي هو فيم مثلا اي تي سي سلاش هوست نيم. مرة ثانية هاي اللينك اللي ما لحق يكتبه etc/hostname، هذا اللينك اللي بما بربط او اللي بيحتوي على الهوست نيم للاوبريتنج سيستم تبعنا. انت سألتك عن الكريشن، نبني شيء الان عشان نستعمله بعدين حاليا الهوست نيم والاشياء هي اصلا بلت ان موجوده مع الجهاز، احنا ما بنعمل لك كريشن هون، احنا بنعمل موديفيكيشن بس. عشان تعدل الهوست نيم انت بتعدله عن طريق اللي هو ايش؟ الفايل تبع الهوست نيم كمرحلة أولى. فيم انتر بدي أعدل هاي اي مثلا، بدي أسميه اس ار في 1، والدومين على سبيل المثال بدي اسميه كودرز. سكيب كولون دبليو كيو انتر.
لو قلت له هوست نيم، طبعا هون لسه ما اخذ التغييرات. سيستم سي تي ال ستاتس هوست نيم سي تي ال، ما في سيرفر زي هيك. طب نستخدمها مباشره هوست نيم سي تي ال ستاتس. هون هوست نيم سي تي ال ستاتس بيعطيك الستاتس الحالي للهوست اللي انت شغال عليه. طبعا هون بقول لك الستاتيك هوست نيم اس ار في 1 دوت كودرز، الترانزيت هوست نيم اللي هو هذا، لما نعمل ريستارت الموضوع راح يختلف. كمبيوتر في ام، تشيز في ام، ماشين اي دي، بوت اي دي، فيرتشواليزيشن في ام وير، الاوبريتنج سيستم ريد هات، سي بي اي او اس اللي هو سي بي اي ريد هات انتربرايز، وعندك هون الكيرنل اللي هو لينكس انتربرايز لينكس اللي هو 864 بت. الاركتكتشر عندي هون، اي تغيير على الاسم لازم يكون في ريستارت دائما. ريبوت بيعمل لي ريستارت للسيستم تبعي. ريبوت ريبوت بعمل لك ريبوت. خليه بس يفتح. Blacklisted root 1 2 3 4 5 6. لاحظ تغير الاسم صار SRV1. لو قلت له هوست نيم اعطاني SRV1.coders، لو قلت له هوست نيم CTL status اعطاني اللي هو الكونفرميشن الانفورميشن الفعليه. المره الماضيه كان معطيني ترانزيشن اللي هو المؤقت، الاسم المؤقت قبل ما اعمل ريستارت. هون اعطاني الديتيلز بعد عمليه الريبوت بالانفورميشن الجديده. هذا ما يخص اللي هو موضوع ال network configuration وال host name configuration. في عنا فايل خلينا نفوت عليه بعدين نحكي عنه، beam etc/host. عمل new file ليش Q انتر
خلنا نتأكد منه موجود. ls etc host no directory tabcat no such file hosts so sorry hosts. ندخل عليه بالفيم. ايش هذا الفايل؟ ترى موجود بالويندوز برضو. يعني بالويندوز لو رحت على ويندوز سيستم 32 رحت على كونفيج افتح معلش لو سمحت. لا هنا السام درايفر في عنا درايفز درايفرز اي تي سي هوستس. الفايل ده ايه بقى؟ بتحط فيه نيمز لو ايش؟ يعني دور هو الاو اس دور بالبدايه فيه قبل ما يروح نيمز. يعني لما انت تفوت على موقع زي مثلا كورا دوت كوم اي تو ديفايسز بيحكوا مع بعض باي اي بي. فاول شيء انا لازم اجيب الاي بي لهذا الجهاز. اول مرحله بيستخدمها الكمبيوتر بروح بعمل سيرش بالهوستس فايل. اذا ما لقي بروح على الدي ان اس البرايمري، اذا ما لقي بروح على الدي ان اس سكندري. طبعا الدي ان اس برايمري ببعثه السيرفر ببعث له، اذا ما رجع لي رد بروح ببعث للسكندري. اذا ما لقيت بعطي الارم لليوزر انه هذا الويب سايت مش موجود. بس المرحله الاولى دائما تبدا من الهوستس فايل. هون اذا بتلاحظوا بالهوستس فايل في عند ال 127.001 هون حطيت لي لوكال هوست لوكال هوست دوت لوكال دومين لوكال هوست 4 لوكال هوست 4 دوت لوكال دومين 4. هون احنا عدلنا اسم الجهاز اصلا صح؟ فيعني يفترض انه انا اجي هون ماشي لوكال هوست اوكي مثلا لوكال دومين انا بدي يصير كودرز مظبوط. لوكال هوست 4 برضو هنا خلي لي يا كودرز هذا بالنسبه للاي بي فيرجن 4. اي بي فيرجن 6 نفس المبدا كودرز. ليه عدلت انا؟ لان لو قلت له بينج مثلا على لوكال هوست دوت كو دوت لو كودرز كان ما لقي لي اللي هو الدومين تبعي. انا هنا سكيب كولون كيو ودبليو كيو انتر. هسه لو عملت له بينج لوكال هوست كبست انتر جايب الاي جاب لي الاي بي فيرجن 6. لو عملت له دوت كودرز جاب لي نفس الاي بي. لو جيت قلت له بينج داش 4 انتر جاب لي البينج للاي بي فيرجن 4. طبعا حاليا باي ديفولت الكوماندز هاي بتشتغل باي بي فيرجن 6. ما لقي اي بي فيرجن 6 بيشتغل اي بي فيرجن 4 او انت بتعطيه الاوبشن داش 4. يعني مثلا لو عملت بينج على www.facebook.com دوت كوم اذا عندي اي بي فيرجن 6 راح يجيب لي اي بي فيرجن 6. اتوقع انا عندي هنا على الفيزيكال كلير كيس بس انا اسف. لو جيت قلت له بينج دبليو دوت مثلا جوجل دوت كوم لاحظوا هون جاب لي اي بي فيرجن 6. لو جيت قلت له داش 4 هيك بيشتغل اي بي فيرجن 4. هذا الديفولت تبع البينج حاليا بعد تفعيل الاي بي فيرجن 6. هون نفس المبدا لو قلت له بينج www.google.com هنا لانه شايف الاي بي فيرجن 4 ككونفيجريشن ما عنده اي بي فيرجن 6 اعطاني اي بي فيرجن 4 مباشره. طبعا باللينكس البينج كونتينوس الا اذا انت بتوقفه او تيجي بتحكي له داش سي 4 مثلا هيك بيعمل اربع مرات وبوقف.
البنج باللينكس بشكل عام كونتينيوس مش زي الويندوز. بالويندوز بدك تعمل كونتينيوس بنج بتحط له داش تي، يعني بالويندوز عمل اربع مرات ووقف. اذا بدك يضل شغال تيجي بتعطيه داش تي، معناته هيك كونتينيوس بنج ما توقف. باللينكس لا، باللينكس انت لازم تحدد عدد مرات البنج اذا ما بدك اياه يكون كونتينيوس بنج. هاي شغلة. الشغلة الثانية، انا كيف بدي اعرف المسار ما بين الديفايسز؟ يعني مثلا انا لما بدي احكي مع جوجل كيف هو بوصل لجوجل؟ ايش الباث اللي بسلكه لغاية ما يوصل السيرفر تبع جوجل؟ قبل الروتابل وعند تريس راوت. باللينكس لا، هو تريس راوت. تريس راوت مثلا www.facebook.com تريس راوت. ليش تريس راوت مظبوط؟ تريسر تريس راوت مظبوط. تريس راوت ليه أعطى لها إيرور؟ ليه بقول لي تجيبها من هون؟ حاطط مسميها بالون بالريد هات 8 تريس باث. طب خلينا نجربها. www.google.com معدلين هالتريس باث بال8 فيرجن 8، يعني بالويندوز اسمها تريسر تي، قلنا رجينا قلنا www.facebook.com اعطاني اي بي فيرجن 6 باث. لو بدي اي بي فيرجن 4 ما اجي بحط له داش 4، هيك بيشتغل اي بي فيرجن 4. لاحظ كل التولز حاليا اذا كان مفعل عندك 6 بتشتغل 6، اذا كان مشغل عندك 4 بس بيشتغل 4، اذا بدك تشغل تشغله 4 واللي فعال عندك 6 بتقول له داش 4. يعني هون ستيل نوت نو ريبلاي. لو جينا قلنا له بدل جوجل .facebook.com في عندي غيرها اللي هو netstat. netstat netstat شو بتعمل؟ الباكت انفورميشن. هون الباكت انفورميشن داش اي تعطيني الباكت انفورميشن. مثلا نت ستات داش اي السيرفيسز اللي شغاله، الليسننج والاستابليشد لينكس. لو قلت له داش بي بالويندوز داش بي، هون باللينكس بيعطيك اوبشنز ثانيين. هون معطيني مثلا داش ار بيعطيني الراوتينج تيبل، اي بحدد له الانترفيس اللي يشتغل عليها. اي انترفيسز عندك هون اللي هو لا، هي جاب ريزلت، كانه جاب ريزلت فوق. شوف شو الريزلت هاي، شو اسمه
داش بي بيعطيك شو الابليكيشن اللي شغال على هاي الترافيك. يعني هون مثلا بالويندوز لو جيت قلت له نت ستات داش بي ريكويرد ادمنستريتور سي ام دي رن از ادمنستريتور يس يجي هون نت ستات داش بي بيعطيك الابليكيشن اللي عامل هذا الترافيك. نت ستات داش بي مثلا هون فايرفوكس في ام وير اوثنتيكيتد مثلا دوكر. هون بيعطيني مين الابليكيشن اللي عامل هاي السيرفيس والستاتس تبعها. طبعا مثلا هون عندك هاي الاوبشنز تقدر تقول له داش اي على اساس يعطيك الاول. بدي اشوف بس الليسننج ممكن اقول له نت ستات داش ال بيعطيني شو في ليسننج بورتس. يعني هون في عندي هاي ليسننج هاي كلها ليسننج كلها سيرفيسز. شو يعني ليسننج؟ ايش يعني ليسننج؟ مستنى الكوست يجي على هاي البورت. يعني هاي اوبن بورت. يعني مثلا انت كيف تفتح صفحه الويب؟ انت بتبعت ريكوست. اذا كانت السيرفيس ليسننج معناته السيرفيس شغاله وممكن تبعت لك ريسبونس. كيف بتبعت لاف تي بي سيرفر؟ نفس المبدا. اذا الاف تي بي اف تي بي سيرفر في عنده ليسننج بورت على الاف تي بي برد على الريكوست تبعتك. فالليسننج اللي هي سيرفيس رننج حاليا على الجهاز. في عندي كمان نت ستات داش ار اللي هو الراوتينج تيبل. هذا الراوتينج تيبل تبع الجهاز. هون بحكي له ديفولت جيت واي 000 ماسك. ايش يعني 000؟ ايش يعني زيروز؟ يعني يغطي على كل any unregistered network send traffic to this device. يعني اذا النتورك بيجي بتطلع مثلا انت جيت قلت لي بدك تعمل بينج على facebook.com الاي بي تبع facebook.com registered هون؟ لا. اذا وانا ودي على هذا الباث بما انه unregistered اذا send it to اللي هو هذا الجهاز. هيك احنا اصلا بنطلع الناس انترنت باللوكال نتورك الديفولت راوت. طيب انا عندي نتورك بدي اعملها راوتينج بدي ادخلها بالراوتينج تيبل. كيف ممكن اعملها؟ في عندي اي بي كوماند لو قلت له راوت كبست انتر راح يجيب لي الراوتينج تيبل تبعي اي بي راوت. ممكن تقول له IP route show نفس المبدا اما IP route او IP route show. بدي اضيف نتورك معينه للراوتينج تيبل ممكن اجي اقول له IP route add مين النتورك اللي عايزها انت بقى مثلا 10.10.10.0 هاي نتورك على 24 هذا السبنت ماسك هيو سبنت ماسك. هسه بدي احدد الجيت واي فيا مين بقى؟ لا مو اذا عد 000 فيش داعي تعمل روت لانه باي ديفولت راح يبعث للجيت واي والجيت واي يتصرف. بس اذا انا باللوكال نتورك وما بدي يضل يبعث الترافيك للجيت واي بدي يحكي مع النتورك دايركت بجي بعملها روتنج عندي. فهمت علي كيف؟ باي ديفولت اي انترفيس كونكتد عندي هي باي ديفولت ادد على الراوتينج تيبل ففيش داعي اعمل لها كونفيجريشن. يعني هاي الشبكه انا بقدر احكي مع اي جهاز فيها. ليه؟ لانه انا اصلا مربوط عليها عن طريق هذا الانترفيس فباي ديفولت معمول لها راوتينج. صح. لكن انا عندي نتورك مثلا هاي مشبوكه على 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 نتورك وفي ديفايس منها جيت واي لي مشبوك على نتورك ثانيه بدي اعمل عليها اكسس. هيك انا بعمل راوتينج لهاي النتورك. يعني مثلا clear all I knew don't save عندك هون مثلا هاي النتورك تبعتنا
اوكي في عندي هنا جهاز بالنتورك هنا كإج مثلا بعتبره وهذا السيرفر تبعي وعندي نتورك ثانية هاي نتورك لوكال برضو تمام في برضو هنا في إج ديفايس رابط النتورك هاي هون لنفرض هاي النتورك الرينج تبعها 110 10 10 0 على 24 تمام وهون النتورك تبعتي مثلا 192 168 22 مثلا 0 على 24 وفي ارتباط ما بين هذا الجهاز وهذا الجهاز حلو وبنفس الوقت في انترفيس شابكة على اللوكال نتورك عندي هون هذا على اعتبار انه سويتش اوكي سويتش اهبلة صيني بدي هذا الجهاز يقدر يحكي مع هاي النتورك والعكس باجي بعرف راوتينج هون يا على هون يا على هون بعمل راوتينج هون باي ديفولت انا لازم اكون عامل راوتينج على اساس اقدر اعمل اكسس هون يعني بكون عامل له بكون قايل له هذا الراوتر اي بي روت 10 10 10 0 على 24 اي حدا بده يوصلها فيا مثلا الجهاز اللي الاي بي ادرس تبعه 10 20 20 1 على 24 اللي هو هذا الجهاز على سبيل المثال طبعا هون نفس الشيء هون انا بعرف راوتينج بقول له بدل ما تروح على انه خلاص اي شيء وهذا مشبوك عندي هون بالانترنت برا يعني هذا مشبوك على الجيت واي هون طالع انترنت فلازم اجي اقول له اذا بدك تحكي مع هاي الشبكه ابعث لهذا الجهاز وصلت فهاي فائده الراوتينج عندي هون ما بزبط انه خلص اي شيء يروح على الديفولت راوت فهون بدي اقول له مثلا فيا 192 168 122 واحد على سبيل المثال هيك انا حددت له ايش المسار اللي بدي يسلك فيه الراوتينج تبعي انتر هيك انا ضفت ستاتيك راوت لو جيت قلت له مره ثانيه اي بي راوت شو اوريدي اللينك داون لانه احنا اصلا هاب مثال وهمي مش موجود عشان هيك اللينك داون باي ديفولت تماما في حدا عنده اي سؤال هون any question هيك بنكون خلصنا الحكي عن النتوركينج راح اوقف الفيديو عشان نبدا فيديو جديد عن الـ Open SSH Configuration والـ FTP